قصص حقيقية لا تصدق ما بين الأزواج وأهلهم. القصة اللي تتم عالقة في بالي هم قصتين، وحدة امرأة مع بنت عمها، وحدة امرأة مع أختها. خليكم معي للقصص، تسمعونها تستشير معي الهواري. القصة غريبة ومن القصص اللي مأثرة فيني وما أقدر أنساها، قصة نسبة ولاء ووفاء. معقول إحنا عايشين مع بشر يمكن إحنا النساء نقول عنها غدر أو صدمة أو عدم وفاء أو كلمة كبيرة أنا ما أحب أستخدمها أو خيانة؟ وهل في أصلاً خيانة في الحلال؟ ما في، بس تحسين في خيانة في المبادئ. بتيكم السالفة. المرأة اللي جتني هي امرأة في الستين وتقول لي أنا يعني أحب زوجي وعايشين وعندي عيالي وأموري طيبة وعندي بنت عمي دائماً معاي متواصلة متزوجة أيضاً وعندها عيالها وسنين سنين وبنين إحنا مع بعض، نسافر مع بعض، ناكل مع بعض، نروح ونشرب بيوتنا حذال بعض. فجأة بنت عمي اتطلقت وعاشت يعني عادي، لكن علاقتها فيني أنا وزوجي وعيالي تمت مثل ما هي. تقول لي فجأة يوم من الأيام، تقول لي توه الحين هي في الستين، تقول توصلني مسج بمعنى الشقة اللي في اسمك ما تتسجل الحين، تتسجل بعدين، شيء من هالقبيل. تقول لي أنا ما أحيد أن أنا عندي شقة مسجلة باسمي. كان أسأل أبو العيال يا فلان شو مستوي، قال لا لا هذه بالغلط وما أدري كيف. قال كيف بالغلط، هي شو سوت؟ طبعا فضولنا نحن النساء عجيب، سارت وقالت حق الشخص اللي مرسل الرسالة منو باسم منو. فشو تقولون الاسم طلع؟ طلعت الاسم بنت عمها. تقول لي أنا مع بنت عمي فوق 15 سنة، أصدقاء، صديقة عمري وروحي وحياتي. زين ليش ريلي يشتري حق بنت عمي شقة؟ اكتشفت إن هي متزوجتنا 15 سنة بالسر، وهي تاكل معاها وتشرب معاها وتجلس معاها في نفس المكان ويسافروا مع بعض. تقول لي الحين فهمت واستوعبت ان حسب شيء ابو العيال لما نسافر كلنا ياخذ غرفه بروحه. زين هل هذا طبيعي؟ قلت لها انت كيف اقدر اساعدك؟ قالت لي انا ما ابغاك تساعديني، انا مصدومه، ابغاك تساعديني بس بالصدمه. معقول في خيانه امانه لهذه الدرجه؟ خيانه صداقه لهذه الدرجه؟ خيانه اهل لهذه الدرجه؟ صعبه، صعب الإنسان يعني يتقبلها. القصة الثانية بعد هذه تمت في بالي، قالت لي شو رايك في وحدة جت عندي استشارتني، تقولي شو رايك في وحدة أنا كنت حامل وصلت لين ربيت، لما ربيت يعني ولدت احتجت مساعدة من أختي الصغيرة، جت وساعدتني لين ما يعني ريحت وشي خلصت نفاس قولي بعد 40، واختي روحت ما تشوف الا ابو العيال جاي عندي ورمى علي يمين الطلاق. ليش يا فلان انا شو سويت لك، انا توني مربيه. قالها انا اسف بس احنا خلاص اللي بيننا انتهى. تعرف بعد ذلك ان اخذ اختها اللي كانت ساكنه عندها في البيت. تقولي شو من أمانة، شو من أمانة اختي، دام ان اختي كيف شي معقول في شي؟ طبعا اللي جالس يستمع لازم يعرف ان نحن هذا مش العموم في العلاقات، وهذا الكلام ما نقدر نقول انه الا استثنائي، يعني حالات استثنائية، لكن هي وجدت من الله سبحانه وتعالى مش عبث ولا صدفة، لكن وجدت لنتعلم منها العبر والدروس ونحاول نحن من طرفنا نحسن. هل تعد خيانة أمانة؟ نعم، لكن هل تعد خيانة دينية؟ لا، في ديننا الزواج محلل لأربعة ولن تعدلوا، واحدة ما بتعدلون،
لكن هي طبيعة الرجل إنه مزواج. طبيعة الرجل مثل ما قلنا قبل مزواج. هل يقدر يعيش من غير حرمان؟ يفضل يتمنى يعدد. اللي يقدر يعرف عمره صح ويعرف أموره طيبة يقول لك أنا بركز في حالي وبركز مع حرمة واحدة وخلاص. بس إني أي أتعدى القوانين هذه وأخذ أشياء، أخذ أو خلينا نقول ناخذ كرجل ياخذ يخطو خطة غير جميلة، ما فيها إحساس، ما فيها. أنت فوق أنت متزوج على الحرمة بعد خذ تربيعتها، فوق أنك متزوج عليها بعد خذ تختها. شو هالحاجة لهالدرجة؟ يعني العين تكون أنت تكون شبعان تبى بعد بزيادة تبى شيء ثاني، شو بتعطيك أختها بالله عليك؟ يعني شو؟ سبحان الله أمور تحصل في الحياة زي ما هي. شو الحل يا جماعة؟ ما في حل. سوى حرام؟ لا، لكن إنسانيا هي غير مقبولة. إنسانيا نتعظ، نطلع منصات مثل هاي المنصات ونوعي البشر. الإنسان مشاعر وإحساس، مو معناته أنا عندي الحرية أني أسوي اللي أباه في إطارنا الديني المسموح فيه، معناته ما أفكر شوي وأقول هل هالشي يجرح اللي قدامي؟ هل هالشي بيأذي العائلة بكبرها؟ خلينا نفكر ونحسبها صح. وبعدها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.